شغف البشر من بداية وجودهم لفهم الكون دفعهم لتكوين علم خاص يهتم بعلوم الفضاء وكما يعرف بعلم الفلك. كانوا ينظرون للسماء ويراقبون تحركات الكواكب والنجوم. علم الفلك قاد الإنسان لكشف الظواهر اللي ما كان يعرف عنها قبل وتفسيرها للأجيال البشرية في كل مكان وزمان. تحقيق أجدادنا لتطورات علمية ما كان شيء سهل، لأن كانت ثقافتهم تسيطر عليها الخرافات والأساطير، وكانت مخيلتهم تنسب في قصص وحكايات لكل شيء يتحرك في السماء. ولكن هل فكرتوا في يوم من الأيام كيف تم اكتشاف هذه الكواكب؟ أو متى؟ أو حتى بالأحرى كيف تم تسمية هذه الكواكب؟ كان الإنسان يركز على الأشياء اللي تتحرك في السماء، والحضارات القديمة كانت تتميز عدد النجوم والكواكب، وكل حضارة كانت تسميهم بأسماء مختلفة. كوكب عطارد الأقرب للشمس تم تسميته على اسم إله الروماني ميركوري، ورصده السومريين وأطلقوا عليه اسم مومو، وجيرانهم البابليين تركوا سجلات لعطارد ترجع للألفية الأولى من قبل الميلاد وأطلقوا عليه اسم نابو وهو إله الحكمة عندهم. كوكب الزهرة تم تسميته فينوس على إله الحب والجمال عند الرومان، وتم رصد عبور كوكب الزهرة بين الأرض والشمس لأول مرة في عام 1032 ميلادي بواسطة الفلكيين المسلمين، واستنتج ابن سينا أن الزهرة أقرب للأرض من الشمس، وكان غاليليو غاليلي هو أول من رصد الزهرة بالتلسكوب في أوائل القرن السابع عشر ميلادي. أما المريخ فأطلق عليه اسم مارس وهو إله الحرب عند الرومان نتيجة للونه الأحمر، وتاريخ رصد كوكب المريخ يرجع للفلكيين المصريين في الألفية الثانية قبل الميلاد. المشتري أطلق عليه الرومان اسم جوبيتر على إله السماء والبرق عندهم، وترجع عملية رصد المشتري للقرن السابع والثامن قبل الميلاد لعلماء الفلك البابليين، ونوصل لكوكب زحل اسمه باللاتيني ساترن إله الزراعة والحصاد عند الرومان، وقدر علماء الفلك البابليون أن يرصدونه بصورة منتظمة وسجلوا حركاته. الكواكب بعد زحل ما قدرت الحضارات القديمة أن تميزها، لأن كانوا يحتاجون إلى شيء أكثر من مراقبة السماء بالعين المجردة. مثلا كوكب أورانوس، مع أنه تم تسميته على اسم إله الإغريق أورانوس، إلا أن القدماء ما قدروا يشوفونه لأنه كان باهت في مدار حول الشمس. اكتشاف هذا الكوكب كان في مارس سنة 1781 على يد الفلكي البريطاني فريدريك ويليام هيرشل. في وقتها هيرشل سماه جورج على اسم ملك بريطانيا، وظل حامل هذا الاسم لسنين، وكان أورانوس أول كوكب في التاريخ يتم اكتشافه عن طريق التلسكوب. حتى كوكب نبتيون اللي ترجع تسميته إلى إله نبتيون عند الرومان تم اكتشافه في سنة 1846 من قبل العالم يوهان غريتفريد غال، وكان أول كوكب يتم اكتشافه عن طريق المعادلات الرياضية، لأن العلماء لاحظوا أن في تغييرات بسيطة في مدار كوكب أورانوس حول الشمس خلتهم يستنتجون أن في كوكب مجهول موجود خلفه تأثر جاذبيته عليه، وهذا الكوكب كان نبتيون. ونوصل لبلوتو اللي قصة اكتشافه بدأت في سنة 1928 في مزرعة صغيرة في ولاية كانزاس الأمريكية. كان في شاب اسمه كلايد تومبو. هذا الشاب كل ما يخلص شغله في المزرعة يروح لورشة صغيرة خاصة فيه ويحاول يصنع تلسكوب يراقب فيه الكواكب. يجمع كلايد قطع من المعدات القديمة في المزرعة وأجزاء من سيارة أبوه، وبعد إصرار ومحاولات كثيرة قدر يصنع أول تلسكوب في حياته، وفي وقتها كان عمره 20 سنة، وما كان متخيل أن هذا التلسكوب البسيط بيغير مستقبله، خاصة بعد ما ضاع حلمه بإكمال دراسته بسبب عاصفة دمرت كل محصول مزرعة أهله.
كلايد كان هاوي للفلك، وشغفه في دراسة الكواكب خلاه يرصد من خلال تلسكوبه تفاصيل لكوكبي المشتري والمريخ، وأرسل هذه الصور لمرصد لول في ولاية أريزونا حتى يعرف ردود فعل الفلكيين الكبار. ورد المرصد بعرض عليه وظيفة دائمة، لأن العلماء كانوا بحاجة لفلكي من الهواة يشتغل على تلسكوبهم الجديد المخصص لاكتشاف الكواكب ما بعد نبتون. واستمر تومبول فترة طويلة بدراسة الصور اللي يلتقطها تلسكوب لول يوميا في أوقات مختلفة، وظل يقارن بينها لحد ما توصل لاكتشاف جسيم صغير بعد مدار نبتون. وفي سنة 1930 أعلن المرصد رسميا اكتشاف بلوتو. بلوتو كان يعتبر من أبعد الكواكب في المجموعة الشمسية، ولكن في 2006 تم تجريده من لقب كوكب، واعتبروه العلماء كوكب قزم مصدره حزام كايبر اللي متواجد في ضواحي مجموعتنا الشمسية. لو نتأمل بعمق في كل شيء يحيط فينا بنشعر بدهشة. هذه الدهشة هي اللي تخلينا نراقب النجوم والكواكب والشهب. لاحظ القدماء أن كل الكواكب اللي راقبوها والأرض اللي نحن عايشين عليها تدور، حتى الشمس تدور والمجرة تدور، ولا يمكن لكل هذا الدوران يكون بس مجرد صدفة. فالسؤال اللي يطرح نفسه هو ليش كل شيء في الكون يدور؟ خلونا نرجع لقبل 4 مليارات سنة ونصف، يوم تشكلت السحب من الهيليوم والهيدروجين حول نظامنا الشمسي، ومع انتقال الغازات في الفضاء وتزايد جاذبيتها بدأت تسحب كل شيء حولها إلى الداخل، وهذا الشيء تسبب بدورانها في نفس الاتجاه وهو عكس عقارب الساعة. هذا الدوران يشبه الكرة في الوسط، وكل شيء يدور حولها ويتمدد باتجاه الخارج بشكل قرص، وفي النهاية كل العناصر تتصادم لتشكل أجسام أكبر وأكبر وتصير كواكب وأقمار، وهذا اللي يفسر نمط الدوران الموحد اللي تتبعه جميع الأجسام. مش كل الكواكب اللي في مجموعتنا الشمسية تدور بنفس الاتجاه. هناك مثلا كوكب الزهرة اللي يدور عكس اتجاه الكواكب الثانية، يعني مع عقارب الساعة. واليومنا هذا نحن مش متأكدين من سبب هذا الدوران الغريب، ولكن هناك في احتمالين. الأول هو أن هذا الكوكب ممكن يكون انجلب رأسا على عقب بشكل ما، أو أن توقف تدريجيا عن الدوران عكس عقارب الساعة وبعدها بدأ الدوران باتجاه عقارب الساعة. وأيضا أورانوس يعتبر استثناء في نظامنا الشمسي، ومن المحتمل أن يكون اصطدم من أحد جوانبه أكثر من مرة بعدد من الأجرام اللي خلته يدور باتجاه مختلف عن باقي الكواكب. دوران الأرض من الأمور اللي حيرت العلماء، ولفترة طويلة تم إنكار حقيقة أن الأرض تدور وتتحرك، والسبب هو ببساطة أن نحن ما نشعر بدورانها. ولكن بعد ما تأكدنا من حقيقة أن الأرض تدور حول الشمس ومحورها، صار لازم نفسر ليش نحن ما نحس بدورانها. أول شيء، حجم الأرض أكبر عن حجم الإنسان بمليارات الأضعاف، ولهذا السبب رغم سرعة دوران الأرض ما نقدر نشعر بحركتها. وهذا نفس السبب أن نحن ما نقدر نشوف كروية الأرض. وعلى فكرة، عشان نحن نقدر نشوف كروية الأرض لازم نكون على ارتفاع 560 كيلومتر عن سطح الأرض، يعني أكثر من 600 برج خليفة فوق بعضهم. وأيضاً اللي ما يخلينا نشعر بدوران الأرض رغم أنها تدور بسرعة هائلة هو أن هذه السرعة ثابتة، وهذه خاصية ما تتميز فيها بس الكواكب، بل هي قاعدة فيزيائية عامة. يوم نركب المصعد الكهربائي ما نقدر نحس بحركته إلا يوم يهتز، في اللحظة اللي يبتدي فيها الصعود واللحظة اللي يتوقف فيها، وما بين هذه اللحظتين ما نشعر أنه يتحرك لأن معدل السرعة يكون ثابت. ونفس الشيء بالنسبة لدوران الأرض.
ومن الأشياء اللي تعيق شعورنا بحركة دوران الأرض هو أن نحن جزء ما ينفصل من دورانها وندور معاها في نفس اللحظة وفي نفس معدل السرعة. وحتى نقدر نلاحظ حركة دوران الأرض يمكن لازم نطلع خارج كوكبنا وننظر إليه من بعيد. كل شيء في الكون يتحرك بدءا من الكويكبات الصغيرة وصولا للمجرات بأكملها، ونحن ندور بين خفايا الكون نبحث عن مزيد من المعرفة، وما بنتوقف عن طرح الأسئلة طالما العلم يمنحنا وسيلة للوصول إلى الإجابات اللي شغلت بالنا من بداية الوجود.